لان انت حتى نفسك بتقولي قبل ما نطلع هوا ان انت بساعات احنا يعني انت بتنصحي الناس لكن ما انتش متخصصه في حاجات بتبقى معقده جدا طبعا بتبعتيها لاستشاري نفسي. طب ايه العلامات اللي تدلنا على ان احنا في علاقه غلط؟ 1 2 3 هنلاقي كده في علامات بتبقى باينه خصوصا بعد خبرات او تجارب سابقه بتساعدنا ان احنا نختار زي ما قلتي ما بيبقى فيه نضج. هو يعني اكبر علامه انه الشخص ما يبقاش مرتاح، ما يبقاش مرتاح مع نفسه، يعني وجودي في العلاقه المفروض يبقى مريحني مع نفسي انا ويبقى بيضيف لي، فعلاقه ما بتضيفليش وانا مش مرتاح مع نفسي وانا مش انا، يعني الشخص ده بيسعى لتغييري، مش بيحبني بيضغط بس على مش تغيير قابلني حاجات زي ما انا فيكي. بالظبط. هو الطبيعي ان احنا كده كده بنحاول طبعا نعمل يعني كومبرومايزنج، وانا اتنازل شويه وانت تتنازل شويه، بس في درجه صحيه من التنازلات، ممكن يكون تغيير للأحسن أنا عارفه بس ليه ابقى بتغير انا اللي عايزه اتغير، مش بتغير لشخص ولا بناء على ضغط شخص ولا بناء على، ولا يبقى ده تحت بند انه لو انا ما عملتش ده العلاقه هتنتهي، يعني دايما الحب نحط في المشروط دماغنا دي يعني بالظبط أنا كده، أحبك اللي لو هو عملت انا كذا. ابقى عارف كويس قوي ان لو انا ما عملتش ده العلاقه دي هتبوظ هتنتهي، طبعا علاقه مش صحيه. او ان هو خلي بالك انه في تغيير للاحسن وفي تغيير بفرض السيطره او ان انا عايزه طبعا اغيرك عشان احس ان انا موجود يا جماعه فانا طبعا غيرتها. يعني ناخد واحده مثلا عجبه فيها ان هي عناديه وليها راي كده ومتمسكه برايها، لكن من الناحيه الثانيه عايزها بقى تبقى مطيعه لما تيجي عندي، واخدها بتشتغل وناجحه ومتحققه في شغلها، انا بقى هقعدها في البيت بمجهودي الشخصي، فبيعتبر ان ده من ضمن انجازاته. فده هنا دي حاله مريضه. انما لو هي مثلا مش واخده بالها من صحتها فعايز يغير لها نظام اكلها عشان صحتها تبقى افضل، عايز يغير لها شويه في دوائر علاقاتها، يقول لها خروجي واعرفي ناس وده، فهو هنا بيدفعها للتغيير للافضل علشان هنا مصلحتها، هتتضايق ليه؟ طبعا فهنا مفيش مش مشكلة، هتتضايق. عمرها فهنا ما التغيير هتتضايق ايجابي وتغيير سلبي. طبعا. احنا سالنا الناس في الشارع نسكت؟ ما سكتناش ستات، ونزلنا الشارع وسالنا الناس في الشارع اللي ممكن يخرب العلاقه ما بين ست وراجل. او لو انت حسيتي نفسك انك في علاقه مش مظبوطه، طيب هتطلعي ازاي منها؟ تعالوا نشوف الناس قالت لنا ايه ونرجع نكمل كلام. ايه الحاجة اللي ممكن تخليكي مش عايزة تكملي في علاقة ارتباط أو جواز؟ عدم الاهتمام مثلا، بينفعل زيادة عن اللزوم، الظروف المادية، بخيل، المعاملة، الكذب، الإهمال، حب مصلحة، بيتنرفز على حاجات مش حلوة، يعني يبقى ملهاش لازمة أصلا خالص للارتباط. ست مثلا ممكن تطلب حاجة مثلا هي الراجل مش قادر ينفذها، بتحبكيش عشان شخصك تمام، لا بتحبك عشان مثلا فلوس، عشان شكل، عشان مركز، ما يكونش في تفاهم بيني وبين الطرف التاني. هو العلاقة بتبدأ من الأول، من إمتى؟ من انا اربي بنتي وابني على يعني باسلوب متحضر، ما اضربوش، ما الاب والام ما يضربوش، فانا اضرب يعني انا وجوزي نتخانق، ابني هيطلع يتعلم ان هو يضرب مراته. الاهمال لما يكون موجود عند طرف من الطرفين اعتقد ان العلاقه بتكون شبه مستحيله. راح فين وجاي منين وراح فين، مع ان لو هم لو واقفين فوق دماغك لو عايزه تعملي حاجه غلط هتعمليها مهما كان هي ايه. يكون ابن امه يعني بيسمع اي حاجه مامته بيقولها له او اخواته. حاسه انه ممكن الخيانه واللامبالاه، انه يكون يعني مش حامل هم حاجه او مكبر دماغه. لو الطرفين دايما خناقات، دايما عدم اتفاق في الكلام، عدم سماعان الكلام، ده دايما احد الاسباب ما تخليش ان الواحد يكمل. لما تكون اللي معايا مش قد المسؤوليه في العلاقه نفسها. يعني انا واحده من الناس لو مثلا اتجوزت وقدر الله حياتي مش تمام، مش هفرض على نفسي ان انا اتجوز بسبب بقى اولادي او بسبب الناس تقول عليا مطلقه او كده، لا شايفه ان انا لازم اموف اون. ايه رايك في الناس اللي علاقه ارتباط او جواز فاشله ممكن تاثر على حياتهم؟ لا ادام هم عايزين يكملوا يبقى يستحملوا اللي هم عملوه في نفسهم. في انسان بيتقي الله في الزوجه ويراعي ربنا ويعملها بما يرضي الله وبحب وتفاهم وكده، وفي انسان ما عندوش تفاهم. هو المفروض ما يكمل حياته طبيعي تمام، ما يتاثرش باي حاجه. رايي فيهم ان هم ناس عاديين، ناس كل الناس عندها المشاكل دي يعني. طيب ده راي الناس في الشارع، واعتقد ان هو في تنوع كبير جدا، بس في الاخر في اتفاق على شويه حاجات، واضح ان في اجماع على شويه حاجات. تعليقك انت يا ايه عليه؟ بصي كلها حاجات ملهاش علاقه برضو بكور العلاقه، ويعني قليلين قوي اللي قالوا التفاهم وان يبقى في لغه حوار. الناس كلها بالنسبه لها لازم عشان العلاقه تبقاش ناجحه لازم يحصل يعني كارثه، نولع في بعض، يخني، يكذب، يبقى فاهمه قصدي، يعني لازم تبقى حاجات
اللي هو يا ستي حتى دي الحاجات دي في ناس متعايشه معاها تقول لك طب وايه يعني بالزبط. ما يخوني ما هو في الاخر هيجي البيت وهيرجع لي يعني الناس بقت بتقول كلام غريب.